بيعة يزيد بن معاوية بيعة شرعية، بيعة شرعية أخذها أبوه له في حياته، أخذها أبوه له في حياته، تبايعه الناس وقبلوا بيعته. ولما توفي امتنع الحسن الحسين بن علي وابن الزبير عن المبايعة، وابن عمر أول ثم بايع ابن عمر، وامتناع الحسين وابن الزبير رضي الله عنه البايعة عن بايعة لشبهة عرضت لهم، كانوا في ذلك رضي الله عنهما غير مصيبين، لأن بيعة يزيد بيعة شرعية وبيعة أخذت له في حياة أبيه وأعطاه المسلم بيعتهم. ولكن الله حكيم عليم بما قضى وقدر، تلك أمور مضت، نسأل الله أن يعفو عن جميع هذه مسائل مضت، والتواريخ كلها تحكي القضية بأساليب مختلفة. فمن التواريخ من يقوم عن جنوح لبعض الشيء، ومنهم من يحلق ضد ذلك. هذه مسائل مضت، مضى يزيد ومضى الحسين ولهم أكثر من ألف و تقريبا 1770 سنة. أمر انتهى، ما بالتلخيص الآن والتلخيص، لكن أعتقد أن يزيد بن معاوية بيعته بيعة شرعية.